أعتقد أن هذه الخطة هي ثمرة للوساطة التي أجرتها السعودية والدبلوماسية السعودية بمشاركة عمانية، وكانت منذ وقت طويل جدا، وهي يعني من وجهة نظر شخصية في إطارها الشامل بديهية، وقف النار طبيعي جدا للدخول في أي عملية سلام. اعتقادي أن هناك فكرة أيضا مطروحة للدراسة، وهي عبارة عن لجنة عسكرية وأمنية تدرس مسألة الناحية العسكرية. ولكن لا ننسى أن وقف إطلاق النار هو أهم عملية عسكرية أصلا ستمهد لكل الإصلاحات السياسية أو الاقتصادية والإنسانية أو حتى التنموية المقبلة.